3 4 5 6 7 8 9 10 42 44 وسعادة الوزير واللي كتقول لي 16000 غتعيد لك اش غنقولوا لك واش هذاك وجهك ولا كفاك نعلة الله عليك الى يوم الدين وحنا جايبين 44000 وما لاقينش حولينا و 44000 وما لاقينش حولي واش الحولي ديال 70000 دور لي حولي ديال 70 دخلنا عليك بالله واش كتستحمروا في هذا الشعب المغربي ثاني هذا الشعب غتخليوه تبقاو تضحكوا عليه المواد الغذائيه كاع زدتوا فيها دعيناكم الله ياخذ فيكم الحق ليسانس المازوت كلشي زدتوا فيه وفين هي الاجره ديال الاجير زدتوا فيها فين هو حقنا في هذه البلاد فين هو حقنا فين هو الفوسفات فين هو الميزانيه اللي كتدخل الدوله جبحوره فين هي الضرائب اللي كتدخل الدوله اه ولا تكذبوا علينا تقول لنا 16000 تعيد لك ها هي 44000 ها هي 44 انا من الصباح وانا كندور يلا مخرج الكرون واش كتكذبوا علينا ولا كتستحمروا علينا عيب عليكم عيب عليكم احنا راه كنحبوا سيدنا والله يشافيه لينا والله يطول لينا في عمره والله يطول لينا في عمره الله يشافيه وبغيناك سيدنا تدخل راه الطوغاة والظالمين راه الظالمين راه تغاو على الشعب راه الشعب راه ولا يطلب الله عز وجل وكيتسنى شي امر من عندك راه كيتسنى شي امر من عندك راه كتسنى الله عز وجل وشي امر من عند سيدنا الله يشافيك لينا اما الشعب راه حاس امر الله عز وجل شكرا الشهاوية بريس وانا باقي اخويا كندور بحالي بحال الناس كاع الناس اخويا بقى واحده في العيد كاين اللي جابت 50000 وما لاقيش حولي كاو المشكله دابا تكون واحد البراق وكاع دابا الحواله فيهم البوليس خارجينها وكاع دابا كيبيعوا لك العيب ب 50000 وكنا كيبيعوا لك شي بهيمه نقيه وواحد كيستحمرنا تقول لنا ب 16000 غتعيدوا اش غنعيدوا بجدي ولا ببيبي اسيدي طارق كاينه ما كاينش مراقبه من الاطباء كاين اللي ما شايفوش الطبيب ما عندوش الطارقه ما كاينش كاين بعد الحواله ما كاينش فيهم الطارقات ما مراقبين لا من جهه الطب لا والو دابا حاليا انا قلبت حولي لقيت بوسيسه خارجه في حي كدوكا قلت لي شحال قال لي 50000 قال لي 50000 بلاتي هاني تمراني خويا شوف شي السوق راه الله المستعان ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم علاش اخوة الكرام نرجعوا الاساس ديال الهضره الوزير قال لك ان العرض اكثر من الطلب هذا على كلام ديالو والفيديوهات راه شاهدين عليه والمواطن شاهد عليه يا الاخوه الكرام الطلب اكثر من العرض ما كاينش الحواله نهائيا والحواله اللي كاينين دابا في السوق كاين غير حواله ديال الزباله حاشاكم وهاد الناس اللي دايرين الكاميوات غير قتاله وشناقه ومجرمين ما كيتقاوش لا في الدرويش صور السيد عاطيهم حولي ديال 26 عطاهم 44 فلم ما بغاوش يبيعوه ليه يعني هنا ما كاينش مراقبه وما كاينش ناس لجان مختصه باش انها تجي تحدد الثمن ديال الحولي الى اخره وتصور حولي راه هو دور 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 اخويا دور 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 راه هو راه 44 فرير غادي يبيع السيد راه هو الا بغينا نطيحوا الكيلو هذا شحال غادي نلقاو فيه نلقاو فيه 20 كيلو شحال ثمن الكيلو ثمن الكيلو ديال 150 درهم راه عيب وعار واش هاد ولادي واش ما عندهاش شي واحد اللي قيدك شنو بغيتو في المواطن وتقوا الله عز وجل لقيت المواطن مسكين مساعد معاكم ومرعف معاكم وكيقول الحمد لله كيما جات زدتو في الدقيق في السكر في المازوت وقال الحمد لله ولكن راعي مسكين هذه الشعيره الدينيه اللي كتجي مره في العام باش انه واحد مسكين يدي حولي ما فيه حتى الشروط ديال عيد الاضحى ويديه يذبحوا راه حشومه راه عيبه الاخوه الكرام هادشي حنا قلناه ولكن لا حياه لمن تنادي راه خاص هاد الناس هادو خاص الشناقه هادو هادو ماشي كسابه هادو غير شناقه وكما قال الله عز وجل يعرف المجرمون بسيماهم هادو راه مجرمين والله ما كيخافوا الله بالله راه حولي فيه ولسيسه باعوه لسيده ب 40000 ريال حولي حاشاكم مريض باعوه لسيده ب 50000 ريال الى اخره وحنا شكون اللي غيدوي علينا حنا كمواطنين راه كنوصلوا الرساله لعل وعسى انها تلقى اذان ساغيه ودير الخدمه ديالها ولكن هاد الناس هادو عايشين في الرفاهيه وعايشين في البذخ تيقول لك انا ما شغليش خلي المواطنين ياكل العصا حنا غادي ناكلوا العصا في الدنيا
ولكن غدا يوم القيامة من كيقول الله عز وجل وقفوهم فإنهم مسؤولون. أنا براسي والله تا غنتساءل معاكم قاعد الناس اللي مسؤولين على الدولة وما خدوش لنا حقنا من هاد الناس اللي كيقتلوا فينا وكيشفروا فينا وكينهبوا الجيوب ديال المواطن، راه غادي أنا غادي نوقف يوم القيامة ونقول يا ربي خذ لي حقي من هاد الظالم. علاش؟ لأنني كنت في المغرب وكنت عايش يعني في القهرة وعايش في القمع وعايش يعني في الغلاء إلى آخره وما كاينش اللي ياخذ لي حقي. الإخوان الكرام، أنا ميساج لهاد الناس ديال الحكومة، قراو السيرة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام، قراو السيرة ديال عمر بن الخطاب شنو كان كيدير مع الرعية ديالو، وكان كيخرج بالليل وكيقلب واش هذا واكل واش هذا شارب إلى آخره. نتوما شي كاع ما كديروا كاع، سمعتها من الآخر حنا كنعيشوا فيهم العذاب إلى آخره، وهاد العيدات اللي عندنا مرة في العام كنبغيو نفرحوا مع الله عز وجل ونفرحوا الوليدات ونفرحوا العائلة كناكلوا الدق. الله المستعان وعليه التكلان. هذوك اسمع هذوك الحواله كاين واحد ديال الزباله. بلاتي هاد المشكله ديال الطنقه راه هنا فين قلنا خاص الليجان، ودخلوا للسوق وشوفوا الحولي ما فيش طنقه غير ديال الزباله عباد الله، وكيبيعوا للمواطن. راه خاص هنا خاص اللجنه خاصها تخرج انها تقلب هاد الحواله هادو، واش انهم فعلا دازوا في مراقبه طبيه او ما دازوش؟ دازوا يخليو يبيعوا، شنو ما دازوش ينزلوا عليهم بغرامات ماليه. انا باش نكون واضح، شي هاد الناس هادو ديال الشناقه او الكسابه داروا في الناس ما بغاو، باعوا الاضاحي ديالهم بالعز ما باعوش بالدل. باش تكون واضح علاش؟ لان التروجات بيناتهم والمواقع، العام غالي العلف غالي طاطاطا. علاش كنلقاو الحولي اغلى من الخروفه؟ واش الخروفه كندير الريجيم؟ واش الخروفه ما كانتصايمه ما كتاكلش؟ وهي اللي كتولد الخروف، هي اللي خاصها تكون كتاكل الدوبل ديال الحولي. اذا هنا تعرف ان هاد الناس كذابه كيحلفوا بالله عز وجل، وصدق رسول الله عليه الصلاه والسلام عندما قال يبعث التجار يوم القيامة فجار إلا من صدق وبر. هنا ما كاينش الصدق وما كاينش البر. عندما مرة زادوا على 24 الحولي ديال 44، الحولي ديال 24 خدا ب 48، شحال زايدين على 24000، وكيقول لك أنا معلف وطالع عليه باش معلفي بيستاج اللوز باش معلفي، هما راه الزبالة والبراكس. والله ما نكذب عليك أخويا، ما كيخسروا عليهم ريال، وكيجيو هنا كيزيدوا عليهم 1000 درهم 1200 درهم، وكاك ماشي عيب ماشي حشومة. راه الدرويش راه كاين العصا، الناس راه كتباكا قبيله جمعت المرا مسكينه 5000 ريال، عندها 11000 حسبوا لها معزه ب 16000، 5000 بزز باش جمعتها لها، راه اللهم إنا ذا ملكا، راه بنادم الدرويش راه جمعها.